كوافور بوتي ادم تبع البوتي ادم. جاتني الفكره سيام وياسين كنت كنعرفهم قلت علاش لا ما نكونش انا حتى ندير واحد البصمه ديالي في هذا الحفل وندير لي شي لوك لي يكون زوين. الحمد لله حنا دابا غاديين. اقترحت عليه واحد اللوك قال لي سي بو مزيان. دابا حنا غاديين في طور الانجاز ان شاء الله غادي نساليوه ويكون خير. حنا من البارح وحنا خدامين عليه يا ياسين. ان شاء الله غدا تكون مفاجاه زوينه وغيطلع ياسين زوين ان شاء الله. يعني شنو تبغي تتمنى لياسين وسهام والابن ديالهم؟ كنتمنى لهم الحياه السعيده ان شاء الله ويعيشوا في الهناء والله يصلح لهم جاد ويكبروا في الطاعه ديالو. ان شاء الله يكونوا كلهم بخير وعلى خير والحياه السعيده ان شاء الله ويستاهلوا اكثر. يستاهلوا اكثر الصراحه. Thank you.